السلام عليكم، انا مايكل راشد وانتوا بتشوفوا برنامج الزتونه. طبعا كلنا عارفين ان في حاجه اسمها السوفت سكيلز او المهارات اللي احنا بنستخدمها في الشغل بتاعنا او في حياتنا اليوميه. من السوفت سكيلز دي حاجه اسمها الليدرشيب او القياده، فنون القياده. القياده دي بتمثل جزء كبير جدا في حياتنا اليوميه، مش بس كده، كمان بتشكل جزء كبير جدا في الشغل بتاعنا. هتلاقي في كل مستوى وظيفي انت فيه لازم يبقى عندك مهارات قياديه معينه. هتلاقي في اي موقف في حياتك لازم يكون عندك مهارات قيادية معينة. هتلاقي في ريليشن شيبس او في ارتباطاتنا بالناس، سواء الناس دي كانوا اصحابنا او شركاء حياتنا، لازم برضو نستخدم جزء الليدرشيب او القيادة. تعليم القيادة دي وتطويرها هو جزء مهم جدا واساسي في حياتنا. وعشان كده النهاردة في برنامج الزتونة هناخد من وجهة نظري اهم كتاب اتكلم على فن القيادة حتى الان. في البداية حابب اشكر مستقلة.com عشان هو الراعي الرسمي للحلقة دي. اللي ما يعرفش مستقلة.com فهو عبارة عن موقع بيتيح لك ان انت تستخدم اي حد من الناس اونلاين عشان يعمل لك لاما موقع، لاما يعمل لك مثلا موبايل ابليكيشن، لاما يعمل لك مثلا لوجو للشركة بتاعتك، او يعمل لك اي حاجة اونلاين ممكن تتعمل. هو من الاخر موقع بسيط وسهل وهيخليك تنجز مشاريعك في وقت قليل وبسهولة. لو عايز تعرف اكتر عن مستقل او عايز تشغل ناس عندك عشان يعملوا لك اي حاجه اونلاين، ادخل على اللينك الموجود في الديسكريبشن تحت. الكتاب اللي معانا النهارده اسمه Developing the Leader Within You، او تطوير القائد بداخلك. الكتاب ده اتكتب سنه 1993 واخد ريتنجز على جود ريدز 4.2/5. الكاتب بقى اللي معانا النهارده هو اكتر حاجه شدتني ان انا اقرا الكتاب ده، وهو جون ماكسويل. جون ماكسويل احنا خدنا له قبل كده مع بعض في برنامج الزتونه هنا كتابين. كتاب كان بيتكلم على درجات القياده الخمسه، وكتاب تاني كان اسمه Talent is never enough، او الموهبه وحدها لا تكفي. هسيب لكم لينكات الكتب دي تحت هنا عشان برضو تبصوا عليها. جون ماكسويل من الكتاب اللي بيكتبوا بطريقه انا شخصيا بتشد ليها جدا وبحبها جدا. مش بس كده، دي الكتب بتاعته كمان بتأثر في الناس بدرجة كبيرة جدا. يعني هتلاقي كل الكتب اللي عملها جون ماكسويل تقريبا كل الريتنجز بتاعتها فوق الأربعة. جون ماكسويل قعد 20 سنة بيدرس في نظريات الليدرشيب أو القيادة. يعني الراجل ده تقريبا أفنى عمره بيدور على فكرة القيادة وإيه أساس القيادة وإزاي نطور القيادة دي. عشان كده بحب جون ماكسويل جدا جدا، وبحس إن هو مظلوم لما بتيجي سيرته قدام مثلا حد زي ستيفن كوفي، وبنقعد نفتكر كلنا حد زي ستيفن كوفي وبننسى جون ماكسويل. طيب ندخل بقى جوه الكتاب واللي هيقول لنا ازاي نطور القائد اللي جوانا. جون ماكسويل بيقول لنا ان كل بني ادم جوانا جواه قائد، ولكن القائد ده مش بيكبر ومش بيظهر الا لما بيتم تطويره. يعني القياده هي مش مجرد ان انت ربنا اداك موهبه القياده، انت اتولدت قائد، لا، القياده هي مرحله من التدريب والتطوير على الذات عشان يطلع القائد اللي جواك. لازم نفهم الجزء ده كويس جدا. مفيش حاجه اسمها اصله اتولد عشان يكون قائد، لا، هو الظروف اللي اتحط فيها او الحاجات اللي اتعلمها او الحاجات اللي اشتغل فيها على نفسه هي دي الحاجات اللي خلته في الاخر قائد. جون ماكسويل في الكتاب ده بيقول لنا عشان تطور القائد اللي جواك لازم تعدي على 10 خطوات. اول خطوه هي انفلوينس او التاثير، تاني خطوه هي برايورتيز او الاولويات، وتالت خطوه هي انتجريتي او التكامل، رابع واحده البوزيتيف تشينج او التغيير الايجابي، خامس واحده البروبلم سولفنج او حل المشكلات، سادس واحده الاتيتيود، وده ممكن يترجمها للسلوك وهنعرف اكتر يعني ايه اتيتيود لما نتكلم عن النقطه دي، سابع واحده البيبل او الناس، تامن واحده الفيجن او الرؤيه، وتاسع خطوه هي الستاف ديسيبلين او ان انت يكون عندك التزام من الناس اللي شغاله معاك او الناس اللي تحتك، وعاشر حاجه ستاف ديفلوبمنت او ان انت تطور من الناس اللي تحتك او الناس اللي شغاله معاك. دول العشر حاجات اللي هنتكلم عليهم النهارده. كل نقطه هناخدها وهنعرف جون ماكسويل كان عايز يقول لنا ايه في النقطه دي عشان نطلع في الاخر القائد اللي جوانا. اول نقطه هي انفلوينس او التاثير. جون ماكسويل بيقول لنا في النقطه دي ان القياده تعريفها مش ان انت يكون عندك ناس تحتك، ولكن تعريف القياده ان انت يكون عندك اتباع. معنى ان يكون عندك اتباع ده معناها ان انت عندك مسؤوليه ناحيه الناس دي، انت عندك مسؤوليه ناحيه ازاي انت بتوجههم او ازاي انت بتقودهم. لما بنيجي نقول انفلوينس او تاثير لازم نراعي كويس جدا احنا بنستخدم انهي انواع من الانفلوينس على الناس اللي تحتنا او اتباعنا. التاثير ده بيتم عن طريق خمس درجات كنا اخذناها قبل كده في
كتاب درجات الإدارة الخمسة اللي كان كتبه برضو جون ماكسويل. طيب ممكن نراجع بسرعة، وقتها قلنا ان في 5 درجات من درجات الإدارة، وقلنا ان اول درجة كانت البوزيشن، او ان المدير ده او القائد ده يستغل السلطة بتاعته في ان هو يأثر على الناس اللي تحته، وساعتها سمينا المدير ده بمدير بلح. في نوع تاني من التأثير، وهي الناس اللي بتركز على النتائج فقط، اللي هو بيقولك انا ماليش دعوة تعمل الموضوع ده ازاي، المهم النتيجة بتاعتي تطلع. في نوع احسن من كده شوية، وهي الناس اللي كانت بتعمل ديفلوبمنت او تطوير لأتباعهم. وفي حاجة في الآخر اسمها بينكل، والبينكل ده أو المدير البرنس زي ما سميناه هو اللي بيعمل كذا حاجة، منها التطوير، ومنها ان هو يبص على النتائج، ومنها ان هو يكون بيشارك الناس جزء ايموشنالي وجزء بيزنس، وحاجات كتيرة جدا ممكن تعرفوها في الكتاب اللي احنا اخدناه قبل كده مع بعض، درجات الإدارة الخمسة. دي كانت درجات التأثير للناس اللي شغالين معاك كمدير أو حتى كموظف، ولكن ليك برضو ليدرشيب على الناس اللي معاك. لازم تبقى أنت عارف مع كل إنسان وفي كل موقف هتتصرف بأنهي درجة من درجات التأثير دي. انا موجود في مكان فيه ليدرشيب او فيه ادارة، يبقى معناها ان انا هستخدم استراتيجيز او هستخدم استراتيجيات معينة عشان احقق الادارة اللي انا عايز اعملها. الاستراتيجيات دي بقى هي الفكرة اللي انا بقول عليها دلوقتي، هي فكرة التأثير. فهل انت في كل مواقف هتستخدم سلطة وبس، ولا هل في كل مواقف هتستخدم حبك للناس، ولا في كل مواقف هتستخدم الانتاجية، وهكذا. لازم تحدد الاول انت ايه الحاجات اللي انت كويس فيها وتنمي باقي الحاجات. ما ينفعش يبقى عندك ستايل واحد بس او شكل واحد بس من شكل الانفلونس، لازم يبقى عندك اكتر من شكل تقدر تأثر بيه على الناس اللي معاك. تاني حاجة البريوريتيز او الاولويات. الحد اللي عنده مهارات قيادية عالية بيعرف ازاي يرتب اولوياته، يعرف ازاي يركز على 20% اللي بتجيب له 80% من النتائج. ده اللي هو اسمه باريتو سلو، اخدناه قبل كده مع بعض، وهسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت لو عايزين برضو تعرفوا عنه اكتر. لازم تدرك ان مفيش انسان بياخد كل حاجة في الدنيا، ولكن لازم تركز على ايه هي اهم الحاجات، وايه هي اولوياتك اللي تجيب لك معظم الجيم بتاعك، او معظم البروفيت، او معظم الشغل اللي انت عايزه. في كتاب برضو اخدناه قبل كده مع بعض اسمه First Things First لستيفن كوفي، او الاشياء المهمة اولا. الكتاب ده قال لنا ان في طريقة كده او ماتريكس بنقسم بيها الوقت بتاعنا، ففي حاجات مهمة وعاجلة، في حاجات مهمة وغير عاجلة، في حاجات عاجلة وغير مهمة، وفي حاجات غير مهمة وغير عاجلة. في الكتاب ده طبعا قلنا ان اكتر جزء المفروض نركز عليه وقتنا ونركز عليه حياتنا هو الحاجات المهمة والغير عاجلة. ده الجزء اللي اي قيادي شاطر بيركز عليه، بيركز على الحاجات اللي بتضمن له دلوقتي ان هو يعمل خطط لقدام. لو ركز معظم وقته في الحاجات المهمة وغير عاجلة هيقدر يطلع بشغل احسن بكتير ما يركز على اي مربع تاني. سيب لكم الحلقة برضو تحت في الديسكريبشن لو عايزين تتفرجوا عليها. ثالث نقطة هي الانتجريتي او النزاهة بمعنى اصح. لازم انت كقيادي تكون بتختار الحاجات اللي بيقولك عليها ضميرك ان هي صح، تكون بتختار الحقيقة، بتبعد عن الكذب، تكون صادق مع نفسك ومع الناس التانية. واهم حاجة، اهم حاجة يكون عندك احترام لكل الناس اللي انت بتتعامل معها. مش معنى ان انت قائد ان انت تتعامل مع الناس بعدم احترام، ده معناها ان انت ما تعرفش اي حاجة عن القيادة. القيادة هي ان انا باخد الناس وبمشي بيهم وبنوصل مع بعض السكة، مش القيادة ان انا بشغل الناس دي عندي، ومش القيادة ان انا اتعامل مع الناس بطريقة مش كويسة. القائد الشاطر هو اللي يحسس الناس دايما ان هو واحد منهم. القائد الشاطر اللي دايما يحط الناس كلها كأن الناس كلها في صفه، وان هو بيعمل الحاجات دي كلها وبيتعب كل التعب ده عشان خاطر الناس. فانت كمان لو عايز تطور حس القيادة عندك، لازم تطور حس النزاهة عندك، لازم تحسس الناس ان هي الكور بتاع اهتمامك. رابع حاجة البوزيتيف تشينج او التغيير الايجابي. غالبا اي حد بيترقى او اي حد بيكون داخل على منصب ترقية في الدنيا بيتعمل له كده زي اختبار، بيشوفوا الحد ده يصلح ولا لا. لو الحد ده هيترقى ويبقى مدير دايما بيقيسوا الحتة دي عنده، فكرة ان هو دايما يقدر يغير فكر اللي قدامه للتغيير بصورة ايجابية، اللي هي فكرة انا هقيس اذا كنت انت تقدر تغير اي موقف لتغيير بصورة ايجابية ولا لا. بيحطوا لحد اللي جاي يعمل الاختبار ده في موقف صعب، ويشوف الموقف الصعب ده ازاي هيقدر يغيره بالعقل بتاعه لموقف ايجابي. القائد الشاطر هو اللي بيشوف ان الحاجات الصعبة opportunities او فرص، وبيبتدي ان هو يركز دماغه على الفرص دي ويوجه اهتمام الناس للفرص دي. يبتدي يوجه تفكيرك من الحاجات السلبية اللي انت شايفها للحاجات الايجابية اللي انت ممكن تعملها. مش بس كده، ده كمان بيأثر بالإيجاب على الأورجانيزيشن كلها أو على المؤسسة اللي شغال فيها، لأنه دايما لما بيشوف إن في حاجة ممكن تتعامل بصورة أحسن من كده دايما بيريز فلاج، أو دايما بيقول أنا موجود، ويحاول إن هو يغيرها. بيخلق من الآخر مناخ تغييري، بيغير في عقول الناس اللي معاه، ولما بيشوف حاجة غلط بيحاول يغيرها على أرض الواقع. ده مدير شاطر، ده
قائد شاطر بيهتم دايما بفكرة التغيير، لان التغيير هي من الحاجات الثابتة في هذه الحياة. خامس نقطة هي البروبلم سولفينج او حل المشكلات. طبعا لازم يكون اي قائد عنده كده سرعة بديهة معينة في ان هو يتدخل ويحل اي مشكلة بسرعة. دي حاجة الى حد ما بتيجي بالخبرة، ان انت لما بتقع في مشكلة كذا مرة بتعرف في الاخر ازاي تحل المشكلة دي. بيتحط برضو جنب الخبرة في النقطة دي فكرة ان انت تحط بلان او خطة تحل بيها المشكلة. يعني دلوقتي في مشكلة موجودة عندي في الشغل، فانا احط خطة معينة عشان احل المشكلة دي. لو الخطة دي ما نجحتش انا عندي خطة باك اب ليها او خطة بلان بي اعملها لما الخطة دي تفشل. النقطة اللي معانا دلوقتي هي اتيتيود او السلوك. بصوا مش عارف اشرح لكم يعني ايه كلمة اتيتيود بالعربي، ولكن هي معناها بمنتهى الاختصار ان انا يكون كده عندي زي روح ايجابية عالية بتطغى على المكان. انا عايز اعمل حاجة وعايز اغير والكلام ده باين قدامي. زي ما انتوا بتشوفوني كده مثلا، عندي اتيتيود ان انا افيد الناس كلها، مش بيبقى فيه حاجة ممكن استغلها عشان اعمل الحاجة اللي انا بعملها دي وما بستغلهاش. الاتيتيود هو زي محرك او حافز او حاجة كده بتحركك من جوه وبتخليك تطلع دايما احسن حاجة عندك. الاتيتيود برضو هو نظرتك للحاجات. يعني مثلا حصل ظرف معين، ممكن حد يشوف الظرف ده ان هو مشكلة وحد تاني يشوف الظرف ده ان هو فرصة. عنده اتيتيود، عنده حماس، عنده سلوك، واتيفر عنده ايه، دي تفسير كلمة الاتيتيود. النقطة اللي انا هاخدها دلوقتي هي نقطة البيبل او الناس. بمعنى صح النقطة دي بتتكلم على تطوير الناس، تطوير الاتباع اللي مع المدير ده، تطوير الناس اللي انت بتقودهم. التطوير هو حاجة مهمة جدا. لو انت معاك ناس ومش بتطورهم انت كده بتدمر الناس اللي معاك وبالتالي بتدمر نفسك. مش بس فكرة التطوير، فكرة الحماس. لازم اكون واخد بالي كويس جدا انا ازاي بقدر اعمل موتيفيشن او حماس للناس اللي معايا، وازاي بقدر اعمل لهم دي موتيفيشن او ازاي بشيل الحماس ده. كل واحد مختلف عن التاني. في حد بيحمسه مثلا الفلوس، في حد بيحمسه المناصب، في حد بيحمسه الشكل الاجتماعي وهكذا. لو انا بقى دلوقتي رئيس او مدير او اي قائد في الدنيا، لازم ابقى واخد بالي كويس جدا جدا ان مش كل الناس زي بعض. انا مش هحمس احمد زي ما احمس حسام. نفس الليفل برضو ونفس الدرجة فكرة الدي موتيفيشن او ازاي ان انا اشيل الحماس. غالبا مفيش اي قائد في الدنيا هيبقى عايز ان هو يشيل الحماس من الناس اللي عنده. وممكن اعمل تصرف قدام حد يعمل له دي موتيفيشن او قلة حماس، واعمل نفس التصرف ده مع حد يعمل له موتيفيشن او حماس. لازم انت كقائد تبقى فاهم الناس اللي عندك عاملة ازاي، لازم تبقى قادر تقراهم كويس، لازم تدخل جوه العالم بتاع كل واحد وتكتشفه عشان تطلع منه في الاخر احسن نتيجة. النقطة اللي معنا دلوقتي هي الفيجن او الرؤية. القائد هو الاول دايما في المجموعة بتاعته اللي بيشوف هم رايحين على فين. لو قائد ما عندوش رؤية هياخد الناس اللي معاه كلهم ويخبطوا في الحيطة. لازم تبقى عارف انت رايح فين، ولازم تبقى عارف خطة معينة للمكان اللي انت رايحه. النقطة التاسعة اللي معنا النهاردة هي السيلف ديسيبلين او الالتزام الذاتي. لو دلوقتي انا عندي مدير والمدير ده مش ملتزم، انا كموظف برضه مش هبقى ملتزم. اذا فالقيادة هي انك بتكون قدوة للناس اللي معاك، فلازم تكون ملتزم عشان الناس اللي تحتك كمان يكونوا ملتزمين. زي ما قلتلكم فكرة ان انت تكون قائد تساوي فكرة ان انت تكون مسؤول. فالقيادة هي مسؤولية بتحتم عليك ان انت تلتزم بكل الحاجات اللي ممكن تلتزم بيها، وخصوصا قدام الناس اللي انت بتحاول ان انت تقودهم. اخر نقطة لازم تكون موجودة في القائد هي الستاف ديفلوبمنت او تطوير الفريق. دي نقطة مهمة جدا جدا، ومعناها ان انت بتحاول تطور الفريق اللي معاك عشان كلهم مع بعض يطلعوا باحسن صورة ويقدموا احسن نتائج. بتطور جوه الناس حاجة اسمها التيم وورك او العمل الجماعي. بتطور ان يكون فيه فريق والفريق ده متكامل ودايما بيشتغل مع بعضه عشان يطلعوا نتائج كويسة. ده بينفي تماما استراتيجية عند بعض المديرين اسمها فرق تسد، اللي هو بيحاول يفرق بين الناس عشان في الاخر يكون هو المسيطر عليهم كلهم. بالعكس القائد الناجح هو اللي يخلي الفريق بتاعه زي ما قلتلكم كده مترابط بصورة كبيرة. بكده نكون خلصنا كتابنا النهاردة Developing the Leader Within You أو تطوير القائد اللي جواك. هسيب لكم الملخص للحاجات اللي احنا قلناها في آخر الفيديو، ولكن قبل ما سيبكم مع ملخص هفكركم بثلاث حاجات. أول حاجة ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للبيج بتاعت الزتونة على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. تاني حاجة لو الحلقة دي عجبتكم ما تنسوش ان انتوا تعملوا شير وتساعدوني ان انا اوصل العلم والمعلومة لناس ثانية. وتالت واخر نقطة، لو عايزين تساعدوا البرنامج مساعدة مادية ما تنسوش تدخلوا على لينك الباترين اللي موجود تحت في الديسكريبشن. هتلاقي طريقة تساعد بيها البرنامج مساعدة مادية، وكمان تكون شريك في البرنامج ليك امتيازات هتشوفها دلوقتي. يبقى اللايك والشير والمساعدة المادية. هسيبكم بقى مع التلخيص. كان معكم مايكل راشد، برنامج الزتونة. شكرا. في البداية حابب أشكر مستقلة.com عشان هو الراعي الرسمي للحلقة دي.
اللي معرفش مستقل دوت كوم فهو عبارة عن موقع بيتيح لك ان انت تستخدم اي حد من الناس اونلاين عشان يعمل لك لا اما موقع، لا اما يعمل لك مثلا موبايل ابلكيشن، لا اما يعمل لك مثلا لوجو للشركة بتاعتك، او يعمل لك اي حاجة اونلاين ممكن تتعمل. هو من الاخر موقع بسيط وسهل وهيخليك تنجز مشاريعك في وقت قليل وبسهولة. لو عايز تعرف اكتر عن مستقل او عايز تشغل ناس عندك عشان يعملوا لك اي حاجة اونلاين، ادخل على اللينك الموجود في الديسكريبشن تحت.